خلي جورج يجهز بالتاكسي. Μόλις έφτασε στη στάση του λεωφορείου. سليم. أيوه. تطلع بسرعة ورا العربية اللي فاتت. ما تقربش قوي وخلي في مسافة ما بيننا. يا عم أنا ما أعرفش حد اسمه ديان أنا. ما هو مرضنا كان قاعد معاك إمبارح بالليل وقال لك أخرج ومالكش دعوة. أنت مستور كده من الأول. أديني قلت لك. ماشي يا عم. ايه ده ايه ده؟ تعليمات داني. لا انا ما باخدش تعليمات من حد، انا شغال معاكوا ومش عليك. ماشي. لو مصمم تمام. صحيني بقى لما نوصل. يا رب يكونوا واخدينه على السيف هاوس. Μάλλον έχουμε παρέα. Προχώρα. Μην πας στο κρυσφύγιο το αν μας παρακολουθούν. Κάνω το σώκο μου σάρφε, ναι. لا بقول لك ايه، كده مش تمام. الطريق مكشوف وممكن يلقطونا. خليك ماشي وراهم وحاول تهدي بس من غير ما ياخدوا بالهم انك هديت فجأة. لو لقيت أي عربية عاوزة تعدي خليها تعدي. لف من هنا وارجع تاني، لكننا تهنا. يا جدعان وطي صوتك مش عارف انا ايه. اديني تويست شجافي. فنادس كسافيجا عامة. بسم الله على السلامة يا كباتن. هو ايه مش جاي؟ لا 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 الله. واحد تاني؟ ايه يا عم كل ده ماشي؟ طب ما كنا جينا بالعربيه. هو البنزين خلص ولا ايه؟ 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 لا يا راجل، بقى انت جايبني المشوار ده كله عشان اقابل الجدع ده؟ ومخبي لي عينيا واعمل اللي فيها دي بالسحلاوي. انت مش هتبطل لماضه؟ ما بقاش سالم لو بطلت لماضه. ما هو ده اللي انت هتتعلمه هنا. اتعلم ايه بقى؟ انك ما تبقاش سالم ده. صياد السمك اللي ما عندوش صبر عمره ما بيطلع بصيد يملى العين. بعدين انت عندكم مثل في مصر بيقول اللي يصبر ينول. صحيح. لذلك السرعه مش مطلوبه ابدا في محاوله تجنيد اي عنصر جديد. كل ما خدت وقتك كل ما كسبت ثقه. كل ما كسبت ثقته كل ما فضفض، كل ما فضفض كل ما قال معلومات نعرف منها اذا كان الصيد ده محترم يستاهل ولا لا. وبعدين لازم تبقى بشوش لطيف لان ده يدي حميميه تحسس اللي قدامك ان هو يعرفك من زمان قوي. بعد كده تبتدي تتكلم بالتفصيل عن عيلتك، دراستك، ذكرياتك، هواياتك، حاجات فيها خصوصيه من الطبيعي انها ما تتقالش الا لحد انت قريب منه. يوم يبتدي يشعر ان انت بتأمن له
وبالتالي هو كمان يأمن لك ويبتدي يفضفض باللي عنده. بسيطة، أنا عندي حواديت ياما عن أصحابي وجامعة وبلد. مظبوط، وفي وسط الكلام والرغي تقوم فجأة جايب سيرة أخوك الظابط وكأن الكلام جاب بعضه. بس أنا ما عنديش أخوات ظباط. إيه المشكلة؟ اعتبر إن أنت عندك أخ ظابط، ده هيديلك أهمية أكتر عنده وهيحسسه إن أنت فوق مستوى الشبهات. وبعدين؟ قول له إنك دايماً بتشد معاه لأنه بينسى إنه في البيت مثلاً وبيديكوا أوامر، فاكركوا عساكر عنده، وإن الموضوع ده بيضايقك. قول له بقى أنت عارف الظباط وأكيد اتعاملت معاهم، وسيبه يفضفض باللي عنده. ماشي، طب افرض هو دلوقتي ما جابش سيره ان عنده قرايب ظباط. تكمل كلامك معاه عادي، وتحكي له عن الحاجات اللي مش عاجباك في اخوك. تقول له ان هو شايف نفسه انه حاجه كبيره قوي، وان عيلتك بتتباهى بيه قدام الناس وما بتديكش حقك انت، وان ده اللي طفشك من البلد. تقول له ان الظباط في مصر واكلينها ولعه، وان كل حاجه ماشيه بالمحسوبيه والوسط. هما برضو مش بيقولوا الكلام ده في مصر فعلا؟ انت اكنك عايش معانا. من خلال رده هتعرف اذا كان هو حابب البلد ولا كارهها. لو حابب تقطم معاه، لو كارهها تحول الكلام على منطقه تانية لغايه ما السناره تغمز. كلام زي ايه؟ حد نبغى في العيله في حاجه علميه، عنده اختراع، بيشتغل في وزاره، تتباهى قدامه ان هو يعرف الوزير الفلاني او في المنصب العلاني. هتبص تلاقيه هو نفسه كمان بيديلك امثله بناس يعرفهم في حاجات شبيهه. واسمع منه، اجمع معلومات، وبعد كده هقول لك انا برضو تعمل ايه. يا عم الحاج في ايه؟ قول لي صحيح، هو انت اسمك الحقيقي ايه؟ دلوقتي بس ممكن اقول لك اسمي الحقيقي. أنا اسمي شلومو إلياهو. يا الله، والله ما حدش بياخد أكتر من نصيبك. شلومو. يا عم الحاج في إيه؟ ما تفكها كده وما توترنيش. أنت اللي محسسني إن أنا جاي آخد درس في الاسكول. ما أنت فعلاً تلميذ جاي تاخد درس عشان تتعلم. ماشي يا عم، موافق إن أبقى تلميذ في المدرسة الحلوة دي. بس هو صحيح، هو الأستاذ اللي بيعلم التلميذ ده ينفع يكون اتقفش قبل كده من تلميذه؟ ينفع طبعا، لما يكون التلميذ ده وسخ عرض نفسه للبيع لأي حد يدفع الثمن.